تلات سلامات توحشني، تلات ايام تلات سلامات يا وحشني، تلات ايام بإيدي سلام وعيني سلام. بإيدي سلام وعيني سلام وقلبي إيه سلام سلام بعدك يا جميل طول، وده أول بعد بيطول، تيراريرا تلات أيام يا روح قلبي وأنا جنبي حسود وعزول. يقسوني عليك مقساش، ينسوني هواك مقساش، يقسوني عليك مقساش، ينسوني هواك منساش. يا مالي الدنيا فعليا، فعليا آه يا مالي الدنيا فعليا، فعليا تلات سلامات وشوية، تلات سلامات. الله 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 الله، زي ما انتوا سمعتوا كده يعني تحس ان احنا سافرنا بالزمن لزمن الطرب الجميل وزمن الفن الجميل، اصوات رائعة الجمال. لسه هنسمع ونستمتع على مدى فقرتنا النهاردة مسرح 8 الصبح، اصوات شبابية جميلة من مسرح الاوبرا المصرية، دار الاوبرا المصرية دائما وابدا ما بتخرج لنا نجوم ونجوم يعني مش اي كلام. زي ما انتوا سمعتوا كده ارحب بضيوفي وفنانيننا الجمال النهارده، تقى محجوب وعبد الرحمن ابراهيم، الفنانين المطربين الرائعين. اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. اهلا بيكم، وبدايه مبشره جدا جدا، والاغنيه الاختيار رائع، فبحييكم جدا لانها من اعز الاغاني على قلبي. سير حضرتك. وخليني ابتدي بيكي يا تقى، وقبل ما هقول لك بقى انت بداتي امتى ومين شجعك وكده، لا انا عايزه اسمع صوتك ولوحدك واغنيه تنقها. اتفضلي. طيب هنبتدي اغنيه صباح. ايوه بحبها جدا. طيب يلا. احبك ياني ولو ترعاني، احبك تاني واقول اه ياني ياني، معاك وجداني وكل حناني، وخاف تنساني اه ياني اه ياني. الحب ده ايه انا معرفش، وابن هو ليه، ومادام على وعدك ما تقدرش قولي نويت ايه. الحب ده ايه انا معرفش، وابن هو ليه، ومادام على بعدك ما تعرفش واللي نويت ايه. انت هتهواني ولا حتسلاني، انت هتهواني ولا حتسلاني، ولا ايه تاني؟ ياني ولو ترعاني، احبك تاني واقول اه ياني ياني، معاك وجداني وكل حناني، واخاف تنساني اه ياني اه ياني. الله خبر ابيض على الله الجمال. الله الله، يعني بجد حاجة جميلة جدا. مين حبيبك في الغنى؟ احنا مش هنسألك، خلاص فعلا اتفقنا مش هنسألك ابتديتي من امتى، عشان عادة بيبقى السن صغير والاكتشافات يا من البيت يا من المدرسة. حقيقي. مين اللي حبيبك في الغنى؟ مين كنت بتسمعيه ولحد دلوقتي تسمعيه كده تتسلطني تقولي الله؟ والله هو الموضوع بدأ من زمان قوي، يعني والدي كان بيسمعنا دايما حاجات خلت احساسنا بالمطربين القدام عالي جدا. يعني انا مثلا اتربيت على ام كلثوم، حنان ماضي، عايده الايوبي، أوه. أوه. ورده،
نجاة، كانت كل الاغاني دي بتشتغل. يمكن في الزمن بتاعنا او في الجيل بتاعنا يعني الناس دي مش ما كانتش بتسمع قوي، بالذات حنان ماضي اصلا وعايده الايوبي، بس لما الواحد يطلع يشب على الناس دول طبعا لازم يحب يعني الموضوع. بص قبل ما نسمع عبد الرحمن فكرنا في حاجه، النجاة عشان رحمن هتسمعني عشان نستمتع بصوت القرار الهادي الرايق. ميرسي لحضرتك، ربنا يخليك. في عندي ام كلثوم كلمه اللي هي اروح لمين، وفي لطفي بوشناق، حضرتك تحبوا ايه؟ اللي انت تختاره. معانا وقت نسمع كله على فكره، يعني اختار اللي انت عايزه. تمام. هنقول اروح لمين؟ ايوه. كلمه ونظرة عين والاسم ويوم، كلمة ونظرة عين والاسم ويوم، جمعوا سوا قلبين والحب مناهم، جمعوا سوا قلبين والحب مناهم، وبعد حبي شغلت قلبي، وبعد حبي شغلت قلبي، وكان منايا يدوم هنايا، كان منايا يدوم هنايا، ما دامش ليه لو عاني حبك واليوم في بعدك، لو عاني حبك واليوم في بعدك، واروح لمين واقول يا مين، انصفني منك انصفني منك. نروح لمين؟ يعني ده ايه الجمال ده؟ ايه الجمال والروقان والهدوء ده؟ حضرتك ربنا يخليك. والله بجد يعني انتوا الاثنين صوتين ومختلفين جدا في الطلبات، بس انتوا الاثنين ممتعين للغايه. هسالك نفس السؤال اللي ايه كانت بتتكلم، مين اللي حببك في ان انت تغني؟ هو من الموضوع من زمان في ايام المدرسه وكده، فانا كنت دايما اجري على حصه المزيكا. تمام؟ كلنا كنا بنجري على حصص المزيكا بس ما طلعش صوتنا كده ولا طلعنا بنغني كده. فهو الفكره كلها ان هي جت من بدري قوي، وبعدين كانوا بيرفضوا، يعني كانوا بيرفضوا ان انا اصلا اغني. مش عايزين. انت تقف كورال. هتغطي على الباقيين اكيد. يا ميرسي ربنا يخليكي، مش عارف. بس لو انت ايه، انت هتقف كورال. لا انت ما ينفعش تبقى سوليست خالص، يعني نو واي. خالص. خالص. حقيقي يعني. الحين بقى حي الناس الحقيقه، حي رايهم يعني، مش هتكلم، اتفضل. الحين بعد كده، بعد كده اتغير بقى المدرسه اللي هي بتاعت المزيكا، وجه حد تاني، ومن هنا بقى بدا يهتم بيا. وبدات اطلع بقى حفلات تبع المدرسه على مستوى الجمهوريه، بعدين بقى دار الاوبرا المصريه، وده بقى كان المدرس اللي هو بتاع المزيكا اتغير، ده هو ده اللي حببني قوي وبدا يهتم بيا الحقيقه. بعد كده بقى والدتي، لان هي برضو بتغني. بس هو اللي كان بيختار لك نوع الصوت، يعني انت برضو صوتك بيليق في حاجات طربيه قديمه شبه اصوات كلنا بنحبها، يعني هل هو اللي قال لك انت تليق في السكه دي اكتر، ولا ده بعد كده لما احترفت بقى ودخلت الاوبرا وغنيت في حفلات؟ هو في المدرسه كان عادي جدا، مفيش اي مشكله، انا بغني كل حاجه، كل حاجه، ولست لحد دلوقتي انا بغني كل الالوان. بس طبعا لما دخلت يعني الاوبرا فهمت اكتر ودرسنا، فالصوت نفسه يعني تطوعه ان هو يقول ايه بيكون افضل، او الاغنيه تبقى بطريقه اللي يقع على نبره الصوت ده. فلما الواحد بيغني هو فاهم، بيبقى طبعا غير قبل لما كان في يعني المدرسه. انا حاسه ان الصوت اكتر فريد الاطرش مثلا، ده انطباع شخصي يعني.
نوعا ما فعلا. اه هو الصوت بيقال رخيم يعني. طوق. ايوه هتسمعينا ايه يا طوق؟ في حاجه الورده. الله. النجاة كان في هنا ريكوست طلب ريكوست نجاة. هو ريكوست ده عشان ماما صراحه. طيب لا مقدرش. لا ده ماما اهم بكتير وبنسلم عليها وبنصبح عليها وشكرا للصوت الجميل ده اللي اكيد اهتمتي بيه عشان كده وصل ان هو يكون معانا النهارده. يلا بينا. اتفضلي. حنين حنين حنين، أنا دايبة فيك حنين، أنا دايبة فيك حنين، حنين حنين حنين، أنا دايبة فيك حنين، أنا دايبة فيك حنين، والغربة توهتني لكن ما غربتني عنك طول السنين، شايلك فين عيني عيني واللي بينك وبيني، أشواق كل الأحب وحنين المحرومين عيني وحنين المحرومين، آه يا أنا بالحنين لو حد بينسى روحه أنا كنت نسيت هواك، لو قلبي بينسى حبه أنسى الحياة معاك، يا ليالي والأماني آه يا اللي مالكش تاني، آه يا حبي الأولاني شايلك فين عيني عيني واللي بينك وبيني، أشواق كل الأحب وحنين المحرومين عيني وحنين المحرومين، آه يا أنا بالحنين يا أنا آه يا أنا بالجمال. صوتك مزيكا والله، يعني حاسه ان انا مش محتاجه مزيكا جميلة. اي الات موسيقيه حوالين صوتي. في ناس كتير على فكره بتحب صوتي لايف اكتر من صوتي مع المزيكا. رائع جميل مع الاحساس. اه بالظبط، من اهم الحاجات الصوت الحلو بس الاحساس طبعا. في اصوات حلوه للاسف بتبقى مجوفه طبعا، زي ما زي اللي هو الحاجات اللي طالعه جديد يقول لك الذكاء الاصطناعي، صوت حلو بس ما فيش احساس، فالذكاء الاصطناعي مهما عمل مش هيوصل احساس حقيقي. نوي قول لنا بقى يا طوق الخطوات الاولى، ماما طبعا عشان توجهت لها بقى التحيه. اه طبعا. دورها بقى ان هي توديكي وان هي تاخد الخطوات دي لغايه. هو انا كنت زي اي طفل صغير بيقلد اخوه الكبير، يعني الموضوع بدا عند اخوه الكبير بيغني برضو. هو بدا الموضوع وكالعاده يعني بالتتابع احنا بنقلد، فقلدته طبعا. ابتدينا الاول في المدرسه حفلات الجمهوريه مستوى الاداره، وبعد كده تبناني ملحن استاذ احمد رمضان. كنا بنغني معاه اغاني كتير قوي، هو اللي يمكن ابتدينا بقى الموضوع جد معاه لحد ثانويه عامه بقى، ابتديت قصه الاوبرا وموسيقى عربيه الى ان الحمد لله ربنا كرمني وعملت باند خاص ما شاء الله. نزلت ساقيه الصاوي. اه بتغني فيه اغاني طربيه قديمه برضه؟ اغاني طربيه قديم وحاجات معاصره وحديث، وغنينا كمان دخلنا شرقي في غربي يعني لون جديد شويه. ازاي شرقي في غربي؟ يعني زي الريمكس كده؟ زي مش ريمكس يعني، كنا مثلا بنرد في مثلا زي بيرهابس وبالعكس، هي اتغنت باللغه الانجليش وعربي. بالعكس. فدخلنا الاغنيتين في بعض. بالعكس. بالظبط. حلو ده. يعني قلنا نزود لون جديد، بس طبعا هو في الاول في الاخر الشرقي يعني. دي اكتر حاجه جواه يعني. طيب عبد الرحمن انت قلت لنا ماما بتغني. اه تمام. اه فهي كانت واخده برضو الموضوع يعني لحد ما جد، ولا هي كانت بتغني فبتشجعك؟ لا لا لا، هي طبعا عشان يعني البيت بقى والاسره وكده، فكانت متفرغه. فمفيش مجال ان هي تطلع. حققت من خلالك. ومن خلال اختي على فكره كمان ما شاء الله، انتوا الاثنين بيتين كلهم فن. فهي كانت نفسها قوي ان هي عشان ما عرفتش تحقق يعني الموهبه بتاعتها دي فيها حاجه،
فهي بقى يعني مهتمه بيا انا واختي قوي. طيب خليها انا بقى تحقق برضو اللي هي بتتمناه وتقول لنا بقى اغنيه لماما دلوقتي. مش بعيد الام طبعا كده اغنيه. اوكي هي بتحب قوي لطفي بوشناق. اوكي حلو جدا اتفضل. لموني اللي غاروا مني قالوا لي ايش عجبك فيها، لموني اللي غاروا مني قالوا لي ايش عجبك فيها، جاوبت لهم جهلوا فاني خدوا عيني شوفوا بيها، انا في عينيها ادم وهي في عيني حواء، انا في عينيها ادم وهي في عيني حواء، قالوا لي ليش تعشق خادم، قلت لهم يا زين دوا سمرة وغنى ليها العالم والعالم كله شهيها، لموني اللي غاروا مني قالوا لي ايش عجبك فيها، لموني اللي غاروا مني غاروا مني قالوا لي ايش عجبك فيها، جاوبت لهم جهلوا فاني خدوا عيني شوفوا بيها. يا سيدي يا سيدي يا سيدي، انت بقى بتدرس فن اندلسي، ايه الفن الاندلسي وهل ده بيبقى له علاقه بقى بالصوت وطبقات الصوت ولا بطريقه الغنى؟ هو الفن الاندلسي احنا لما بنيجي في مركز تنميه المواهب في دار الاوبرا المصريه بيبقى المفروض ان احنا بندرس المقامات وزي علم الاصوات، ومن ضمنها في التدريبات من المهم قوي قوي طبعا بعد الفوكاليز والكلام ده والسولفيج والكلام ده كله بنخش على حاجه اسمها موشحات اندلسي. هي تقريبا هي من العصور الوسطى ايام يعني في المغرب والكلام ده كله. يعني بيقولوا بتتفرع فلحين لما وصلت الينا تمام هنا كعرب او كمصريين بدأنا ان احنا نتدرب عليها، لان هي بيسموها زي الغنى الحر بدون الوزن والقافية، فنقدر ان احنا نعمل بيها زي مديح في المجال الفن او في الغنى. هي اميل اكتر. تخيلت ان هو احنا بنتكلم في موشحات، انت بتتكلم دلوقتي في حاجة تانية خالص. ما هو الموشحات من الموشحات بتنقسم لاجزاء، فاحنا من ضمنها اللي بندرسها يعني من ضمن الاندلسي الموشحات. اصل مفهوم الفن لا ما هو لا الفن الاندلسي ان جنرال تمام هو ده، لكن بيندرج منه الجزء اللي احنا اخدناه في حته التدريب على الاصوات علشان نعرف المقامات اكبر للصوت. طبعا عشان نعرف المقامات من بدايتها لنهايتها. طيب انتوا قدامنا دقيقتين بالظبط، سمعينا فيهم حاجه بسرعه. دقيقتين طيب يلا عدى منهم دقيقه يلا بسرعه. أندهلك في ليالي البعد، أندهلك في ليالي البعد، تجيني 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 أوام، تجيني بضحكتك بشوك بصورتك، تجيني بضحكتك بشوك بصورتك، تجيني ببسمتك قريتني أشوفك، يا حبيبي يا ريتني أشوفك، يا حبيبي تنور كل الليالي، أوعدك دايما فكرك، أوعدك ولا يوم أنساك، أوعدك يا حبيبي ولا يوم أنساك ولا يوم أنساك يا حبيبي. وشكرا عبد الرحمن إبراهيم، شرفتونا وأمتعتونا بشكل كتير جدا جدا جدا. خلصت حلقتنا وبكرة إن شاء الله يوم جديد، حلقة جديدة 8 الصبح، ابدأ يومك صح ونخلص أو نختم معاكم بالدويتو اللي احنا هتمتعونا بيه، احلى ختام. طبعا احنا بنشكر حضراتكم جدا وكل القائمين على القناه والمعدين والاستاذ. نلحق نسمع نلحق نسمع نلحق نسمع. يا مسافر وحدك، يا مسافر وحدك، وفايتني ليه
تبعد عني، ليه تبعد عني وتشغلني وداني من غير ما تسلم وفي قلبي أنا مسلم، وداني من غير ما يسلم وكفي قلبي أنا مسلم، دعني يا دموعها دموعها بتتكلم، دعني يا دموعها دموعها بتتكلم. يا مسافر وحدك وفايتني، ليه تبعد عني